يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة مهمة فيها أخبار وكواليس كتيرة جدا جدا تتعلق بمختلف الأصعدة، سواء على الصعيد المحلي الصعيد العالمي، وأكيد منافسات كأس العالم قطر 2022 اللي متابعينها بشكل يعني مكثف جدا. مباريات كلها غاية في الإثارة. عندنا حديث مهم جدا عن كأس العالم، وحديث هيكون في الجانب التحليلي كمان. واهم حاجه بالنسبه لنا طبعا كل اخبار وتفاصيل وكواليس نادينا الحبيب النادي الاهلي هتكون معانا على مدار فقرات مختلفه من حلقه اليوم، في اطار يعني عوده بطوله الدوري ومختلف المنافسات المحليه، وبعد ما خاض النادي الاهلي مباراه اخيره امام طلائع الجيش وقدر ان هو يتفوق ويفوز بنتيجه 2-1، وكمان ما قبل مباراه المحله الصعبه للغايه اللي هتكون يوم الاربعاء المقبل في بطوله الدوري هناك في المحله على ملعب المحله، مباراه مش سهله على الاطلاق. فبالتالي عندنا كلام كتير جدا عن استعدادات النادي الاهلي، حتى لو النهارده اجازه بالنسبه للفريق الاول لكره القدم، لكن اكيد في كواليس كتير دايما بتبقوا حابين تعرفوها من خلال حلقات الترند المختلفه. لكن الاهم كمان بالنسبه لنا تواصل حضراتكم معانا من خلال سؤال حلقه النهارده، وسؤال بيتعلق بكاس العالم. النهارده ماتشين في دور ال 16 من بطوله كاس العالم قطر 2022. اول ماتش ابتدى خلاص ما بين فرنسا وبولندا، مباراه حلوه مش وحشه، والماتش الثاني هيكون مباراه قويه جدا ما بين انجلترا والسنغال الساعه 9 بالليل. اللي يفوز من هنا ويفوز من هنا يقابل الثاني، يعني لو فرنسا كسبت مثلا بولندا وانجلترا كسبت السنغال يقابلوا بعض في دور ربع النهائي. واول مواجهه في دور ربع النهائي اتحسمت امبارح بعد فوز هولندا على امريكا بنتيجه 3-1، وكمان المباراه الاخرى اللي كانت بتتلعب بالليل ما بين مين يا جماعه فكروني عشان نسيت للاسف، لكن في كل الاحوال مواجهات صعبه وقويه في بطوله مباراه امبارح بالليل بطوله كاس العالم، مباريات اكيد مهمه وصعبه للغايه اكيد بنتابعها. واستراليا خسرت من الارجنتين طبعا بنتيجه 2-1، وكانت قربت ان هي تتعادل في اللحظات الاخيره، لكن اكيد المواجهه الاولى ما بين هولندا والارجنتين في دور ربع النهائي هتكون مواجهه غايه في الاهميه وقويه للغايه وبذكريات عديده، ابرزها هدف دينيس بيركامب في مرمى الارجنتين في 98، هدف كان ممتاز بصراحه، لكن اكيد هننتظر ونتابع كل هذه المباريات. لكن خلينا نبتدي باهم وابرز العناوين في حلقه اليوم، نروح نشوف العناوين ونرجع تاني. يلا بينا في ترند الاهلي. الفريق راح اليوم ويستأنف تدريباته غدا، وكمان برونو سافيو اقترب من حسم لاعب الجوله الخامسه. اما في ترند المونديال فنيمار جاهز لمواجهه كوريا الجنوبيه، وخبر سعيد للبرازيليين. ده بخصوص اهم وابرز عناوين الحلقه، لكن اكيد المباريات المهمه النهارده نستعرضها برضو قدام حضراتكم، واللي احنا اتكلمنا عنها خلاص واللي هي تتعلق كمان بسؤال حلقه اليوم وتوقعاتكم ليها، هي مباراه فرنسا مع بولندا. بدات المباراه الساعه 5 بالظبط قبل 3 دقائق من دلوقتي، والمباراه بتاعه الساعه 9 هتكون مباراه انجلترا والسنغال. ماتشين حلوين وجامدين جدا، وبصراحه المونديال السنه دي ممتع وبنشوف فيه مفاجات عديده، وربما تحدث مفاجات النهارده سواء بخصوص مباراه فرنسا وبولندا او حتى بخصوص مباراه انجلترا والسنغال، فخلينا نترقب ونتابع بكل تاكيد. نروح لفاصل، بعد الفاصل كل التفاصيل، استنوا. اهلا بحضراتكم مره تانية. اكيد عندنا كلام كتير جدا على الاهلي واستعداداته للمباراه المقبله امام المحله في بطوله الدوري، والمباراه يعني الهامه جدا جدا بالنسبه لفرقه النادي الاهلي في اطار محاوله من محاولات يعني الاستمرار في البدايه والانطلاقه المميزه جدا بالنسبه للفريق مع مدير الفني الجديد مستر مارسيل كولر. انتصارات من ساعه ما الراجل تولى المسؤوليه على المستوى الرسمي، مباريات كلها ما شاء الله لا قوه الا بالله ماشي فيها الاهلي بشكل جيد جدا، سواء على الصعيد الافريقي بدايه مباراه ذهابا وايابا امام الاتحاد المنستيري، عندك ثلاث مباريات في الدوري قبل فتره التوقف، وكان في وسطهم كده مباراه الزمالك في السوبر فقدرت كمان تكسب كل هذه المباريات، رجعت بمباراه مهمه كمان جدا جدا امام فريق طلائع الجيش وقدرت انك تكسب وتتصدر بشكل منفرد جدول الدوري وبشكل مبكر، وده المطلوب في فترة مهمة قوي ان انت تحاول يعني تقدر ان انت تكسب اكبر كم ممكن من النقاط او تحصد اكبر كم ممكن من النقاط، وده بيبقى امر مهم في بطولات الدوري. ممكن البعض بيتكلم شوية على الاداء
واكيد الناس كلها ليها الحق ان ممكن يقول لك اصل الاداء مش هو اداء النادي الاهلي، لسه في افضل من كده. طبعا في افضل من كده بكتير، لكن لازم نحط في الاعتبار ان احنا عندنا لسه مدير فني جديد، لسه مدير فني بيقف على الامكانيات بتاعه الفرقه بنسبه اكبر بكتير من النسبه اللي هو وصل لها. طبعا هو اكيد تخطى 50 و60 و70% كتقييم لامكانيات اللاعبين، لكن اكيد محتاج المزيد من الوقت يعني. فكل الدعم والمسانده ليه بالطبع، والاهم بالتحديد بالنسبه لي في مباراه طلائع الجيش، هو كان اول سيناريو يتعرض ليه كولر انه يتاخر بهدف من ساعه ما جه النادي الاهلي. فانت خلصت الشوط الاول خسران 1-0 قدام الجيش، الشوط الثاني قدرت انك ترجع، دي حاجه ايجابيه جدا يعني. احنا زي ما بنبص مثلا حته الاداء، الاداء مش افضل حاجه واحنا متفقين على كده ومتاكدين ان هيكون في افضل كمان من كده بكتير، لكن لازم نبص على الايجابيات. من ضمن الايجابيات المهمه ان انت بترجع في المباراه بشكل مميز قوي. فالاهلي تاخر في الشوط الاول، الشوط خلص 1-0 لطلائع الجيش، لكن على طول في الشوط الثاني قدرت ان انت تجيب هدفين مهمين جدا، هدف عن طريق احمد عبد القادر بصناعه من برونو سافيو، وهدف اخر لعمرو سليم من ضربه جزاء ايضا ساهم فيها برونو سافيو اللاعب اللي بينافس على جائزه لاعب الجوله من قبل رابطه الانديه المحترفه. فدي كلها مؤشرات ايجابيه للغايه، لكن اكيد نتمنى الافضل من كده بكتير بالنسبه للنادي الاهلي. بس انا بس عايز اقف عند حته مهمه قوي يا جماعه، ويعني سامحوني لو هتكلم فيها شويه، لان احنا كلنا شفنا اللعبه بتاعه موسيس اللي هو المهاجم النيجيري لفريق طلائع الجيش في نهايه الشوط الثاني كده، طبعا كلنا قلبنا وقع في رجلنا يعني، لان في اول وهله كده ما تاخدش بالك هو لعب الكره بدماغه ولا بايده يعني. بس هو لما رجعت للفار والناس والكره اتعادت وكلام من ده، بما ان مثلا ناس كتير كانت بتتفرج على التلفزيون، فالراجل حاطط الكره بايده يعني، الموضوع ما فيهوش اي نقاش، ما فيهوش اي جدال، ما فيهوش اي يعني نوع من انواع فيها وعليها، لا اهي اللعبه قدام حضراتكم، الراجل حاطط بالكره بايده بيقول يا جماعه بصوا انا هلعب الكره بايدي اهو، واخدين بالكم بصوا اهو ايدي اهي، انا بلعب الكره بايدي بدخلها في الجول. لكن للاسف الشديد، للاسف الشديد اهي الكره بص قدام حضراتكم واضحه وضوح الشمس يعني، هو يا جماعه انا بلعب كره يد في اللقطه دي، انا بلعب كره يد مش بلعب كره قدم. لكن الغريب في الامر ان يطلع ناس تقول لك او تحاول ان هي تطلع لك مبررات اللي هي من خلالها تقدر تحسب الهدف ده، يعني يحاول يقول لك ايه لا هو اصله ممكن يتحسب عشان اصله هو مش عارف عمل ايه. ما والله مش عارف يعني، هم بيجيبوها ازاي او بيفكروا ازاي او العقليه دي واصله لحد فين، مش قادر افسر يعني. هل يا جماعه في حد يصدق ان ممكن هدف يتم احرازه باليد يتحسب نظرا لوجهه نظر تحكيميه اخرى، او بتبقى محتاجه نوع من انواع الجدل او نوع من انواع وجهات النظر مثلا يعني؟ هل ممكن نشوف خبراء تحكيم يطلعوا يقولوا لك خلي بالك اصل هي من هنا مش باينه ان هي في ايده، اصل من هنا لا باينه ان هي في ايده، اصل هي ممكن تتحسب حتى لو حطيتها بايده عشان اسباب كذا وكذا وكذا، هل في كده؟ للاسف الشديد احنا وصلنا للمرحله دي، البعض بانتماءات مختلفه عن النادي الاهلي بيحاولوا بشكل او باخر ان هم يقنعوا الناس بالعافيه ان حتى لو موسيس حط الكره بايده لازم تتحسب، ليه؟ اصل هو جون في الاهلي مالناش دعوه، لو جون في اي نادي تاني ما تتحسبش. فبالذات ما ده منطق يعني، انتوا متخيلين احنا وصلنا لانهي مرحله يعني؟ وبعدين ايه يحاول يقول لك اصل بص الحكام بتحتوي النادي الاهلي، ما بلاش كلمه احتواء مع الاهلي، بلاش كلمه احتواء مع الاهلي، احنا عارفين كلنا حته الاحتواء دي وايه اللي حصل والكواليس بالظبط اللي حصل فيها ايه يعني. فانت عايز تنقل المصطلح توديه ناحيه النادي الاهلي حتى لو مش، حتى لو رايك انت مش على حق خالص، رايك غير منطقي بالمره، صعب قوي يعني، صعب جدا. فمش عايز اقف عند الحته دي كتير عشان ما ادهاش حجم اكبر من حجمها، بس لازم نوعي الناس بصراحه، لان والله اللي بيحصل ده تشويه لعقول البعض بالتحديد من الاجيال الجديده يعني، للاسف الشديد. فده بخصوص مباراه الاهلي وطلائع الجيش. الاهلي استأنف تدريباته امبارح بشكل مباشر، تدريبات كانت صباحيه استعد من خلالها كاستعداد مبدئي لمباراه الاربع ان شاء الله قدام المحله، النهارده اجازه، بكره الفريق استأنف تدريباته عشان يكون جاهز بالشكل الامثل لمباراة المحلة يوم الأربعاء اللي جاية، هتكون في استاد المحلة الساعة 5 مساء إن شاء الله الأهلي يكون موفق فيها. مباراة غاية في الصعوبة لأن أنت بتلعب المحلة، الفريق اللي هو صاحب المركز الثاني دلوقتي اللي عامل انطلاقة ما فيش أحسن من كده بصراحة مع بابا فاسيليو المدرب الصربي، اللي كان بالمناسبة في كلام عليه خلال آخر 24 ساعة وإنه جاي له عروض من الدوري المصري ومشاكل مع إدارة المحلة، إحنا مالناش دعوة بالكلام ده كله يا جماعة، إحنا مركزين مع فرقتنا. وبالمناسبة الراجل نازل النهارده التدريب مع المحلة، فالأمور ماشية بشكل كويس هناك وأكيد بيستعدوا بشكل رائع، وفي نفس الوقت هم بادين بداية ممتازة، 10 نقاط 10 نقاط من أربع مباريات،
ثلاث انتصارات وتعادل وحيد، فيعني ما اعتقدش المحل بقالهم تقريبا 50 سنه، ودي احصائيه بالمناسبه حقيقيه يعني، ما حققوش انطلاقه مميزه دي في بطوله الدوري. فمهم الاهلي يكون مركز، كولر اكيد خلال الفتره دي او النهارده حتى لو فيش تدريبات اكيد هو بيتابع بعض اللقطات لفريق المحله، يشوف نقاط القوه والضعف، يشوف هيتعامل ازاي مع الفريق ده، ان شاء الله يكون موفق، وان شاء الله لاعبتنا كمان يكونوا موفقين في هذه المباراه. ده بخصوص الاهلي واستعداداته للمرحله الهامه جدا المقبله اللي هتشهد ضغط مباريات وهتكون مباريات صعبه، ورجاله الاهلي قدها بكل تاكيد. لكن عندي شق اخر مهم لازم اتطرق ليه، هو بيتعلق ببطوله الدوري، لان سمعت تصريح من احد المسؤولين بيتكلم على ايه، بيتكلم على ان قرعه الدوري خدمت النادي الاهلي في بدايته او في بدايه مشواره في بطوله الدوري، وان الاهلي واجه فرق مش مصنفه في المقابل مثلا انديه اخرى واجهت فرق مصنفه عشان كده تعادلت وخسرت نقاط وكلام من ده. فانا بصراحه مش قادر استوعب برضه، يعني يا جماعه ده دوري كل الناس هتلاعب بعض، وبرضه محاوله من محاولات ان احنا نصدر للناس صوره ان تم مساعده الاهلي، ان الانطلاقه بالنسبه له في القرعه تكون سهله، وان الاهلي يقدر يفوز ويقدر ان هو يحصد اكبر كم ممكن من النقاط مع بدايه البطوله. ده كلام طبعا غير واقعي، ده كلام ناس للاسف الشديد هم مش عارفين هم بيقولوا ايه. يعني اهلي لاعب فرق تقيله جدا، بالمناسبه من ضمن الفرق اللي لعبها الاهلي مع بدايه هذا الموسم نادي الزمالك اللي هو بطل الدوري اخر سنتين، وقدر الاهلي يفوز عليه في بطوله السوبر بنتيجه 2-0، لكن الناس بتنسى، فاحنا بنفكرهم. يعني الاهلي لعب عدد من المباريات صعبه جدا في دوري ابطال افريقيا، متعادل من السيرك كسبته رايح جاي، في الدوري لعبت اكتر من ماتش منهم الاسماعيلي ماتش صعب جدا كسبته 1-0، طلع الجيش المباراه حتى الاخيره مباراه صعبه جدا قدرت ان انت تكسب، الداخليه قدرت ان انت تكسب. اه طبعا مع احترامي للداخليه طبعا مش هي فرق القمه في الدوري برضه عشان نبقى واقعيين، كان في كمان مباراه قبل الداخليه مش متذكر كان مين برضه قدرت ان انت تكسب. في المقاولين وفي كاس مصر لعبت المقاولين ماتش كان صعب جدا قدرت ان انت تكسب ضربات الجزاء. فالموضوع ملوش او مش مقياس خالص بالنسبه لك الانطلاقه بالنسبه لك قويه ولا ضعيفه، ولا الفرق قويه ولا ضعيفه ولا كلام من ده. المهم اللي بيضحك في الاخر اللي هو يقدر يحصد اكبر كم ممكن من النقاط عشان يفوز بالبطوله، وده اللي احنا بنامل فيه بشكل كبير جدا من خلال فرقتنا، لان الاهلي بصراحه لو فقط البطوله الموسم الثالث على التوالي هتبقى حاجه صعبه جدا على الجمهور، لكن احنا واثقين جدا في الاداره، واثقين جدا في الجهاز الفني، في اللاعبين، ومش هنلتفت لمثل هذه الاقاويل اللي ملهاش اي يعني اساس من الصحه، واللي هي لمجرد نوع من انواع الجدل وخلاص، يعني نخلق حاله جدل كده ونلغي فيها يا جماعه احنا فاضيين ما لناش حاجه. فللاسف دي حاجه من ضمن الحاجات الغريبه اللي بنشوفها، يعني حجج من عند بعض المسؤولين. طيب ده بخصوص الجزئيات اللي بتتعلق بالنادي الاهلي ومبارياته المختلفه. نروح لفاصل، بعد الفاصل عندنا تفاصيل كتير جدا لسه مهمه سواء تتعلق بالاهلي او حتى كمان بخصوص كاس العالم هنتكلم عنها. استنى اهلا بحضراتكم مره تانية. اكيد في اخبار كتيره جدا بتخص النادي الاهلي على السوشيال ميديا، نبتدي من خلال ترند الاهلي ونشوف اهم الاخبار، ونبتدي بالحساب الرسمي رابطه الانديه المحترفه المصريه واللي بيتكلموا بناء على ردود المتابعين المنافسه بين هذا الثلاثي او عفوا الثلاثي اللي هم برونو سابي لاعب النادي الاهلي، امام عاشور لاعب نادي الزمالك، واحمد بالحاج لاعب اسوان، وهيختاروا طبقا لتصويت الجماهير. زي ما حضراتكم شايفين كده التصويت، برونو سافيو في المركز الاول 96%، امام عاشور 3%، احمد بالحاج 0.5%. يعني في كل الاحوال برونو سافيو خلال ساعتين هيتم الاعلان بشكل رسمي عن يعني حصوله على جائزه افضل لاعب في الجوله من رابطه الانديه المحترفه. هو في الحقيقه قدم مباراه جيده جدا، ساهم بشكل اساسي فوز النادي الاهلي اولا بهدف اللي عمله احمد عبد القادر، الهدف الاولاني هدف التعادل قدام طلاع الجيش، او حتى مساهمته في الحصول على ضربه جزاء للنادي الاهلي في الهدف الثاني اللي احرزه اللاعب عمرو السوليه. بما اننا اتكلمنا على عمرو السوليه فالخبر ده مهم جدا وبيتعلق بسبورت 360 وحسابهم على تويتر، ويقول لك 50 مساهمه تهديفيه لعمرو السوليه مع الاهلي في كام ماتش؟ في 272 مباراه. وعلى فكره ده رقم ممتاز للاعب وسط، وامكانيات عمرو السوليه ما شاء الله ما فيش غبار عليها، يعني امكانيات ممتازه حتى لو منتظرين افضل من كده او عايزين النسخه اللي احنا عارفينها بتاعه عمرو السوليه، لكن مع الوقت انا متاكد عمرو السوليه لعيب كبير جدا وشخصيه كبيره قوي في الملعب وامكانيات رائعه يعني. فهو احرز 25 هدف مع الاهلي وعمل 25 اسيست
هو فعلا مايسترو خط الوسط زي ما هم وصفوه في سبورتس 360. فعمرو سولية اكيد لعيب كبير، وان شاء الله باذن الله يكون قادر هو وزملائه في حصد مختلف الالقاب واسعاد جماهير الاهلي من خلال هذا الموسم الهام جدا. كوره 11 حسام على تويتر، بص بقى الخبر ده، قال لك اكتشاف كولر الذهبي بثلاث لاعبين، كلمه السر وراء خروج حسين الشحات من حسابات المدرب السويسري في مباريات الاهلي الفتره الاخيره. هو حسين الشحات ماشي، ما كانش موجود في المباراه اللي فاتت، ما كانش موجود مثلا في ماتش السوبر، كان في اصابه في مباراه الداخليه على ما اتذكر، عشان كده ما كانش موجود. فالناس تخيلت او استنتجت بشكل تلقائي جدا ان حسين الشحات خارج حسابات كولر، وده مش حقيقي، حسين الشحات موجود في حسابات كولر. لكن انا في الخبر ده حاول ان هو يقارن لك يعني، او يقول لك ان اكتشاف كولر بكريم فؤاد اللي بيجيد في اكتر من مركز، ثلاث مراكز طبعا. كريم فؤاد لعيب مميز جدا، بيجيد اللعب كجناح، كظهير ايمن، كظهير ايسر، بيقدر يستخدمه كولر بشكل كويس للغايه يعني. بس مش معنى ان كريم فؤاد بيجيد في المركز ده ان كده حسين الشحات هيكون خارج الصوره يعني، لا طبعا ده كلام مش حقيقي. وانا بتمنى من جماهير النادي الاهلي مسانده حسين الشحات يا جماعه، لان هو لعيب في النادي، لعيب مهم، لعيب بامكانيات فريده ومميز، ممكن فتره من الفترات يبقى بعيد عن مستواه، ده بيحصل لاي لعيب في الدنيا. بس دور الجمهور دايما في المواقف اللي زي دي بيبقى مؤثر، لازم يكون دور ايجابي، تقدر تفوق اللعيب بتاعك عشان يكون اضافه ليك في موسم لسه طويل قوي، والموسم طبعا هو لسه طويل، اكيد حسين هيلعب. فدي امور طبيعيه جدا، لكن البعض دايما بيحاول ان هو ايه يخلق بعض الاخبار عن طريق الاستنتاج، ويعني دي مدرسه موجوده يعني ما فيش اي مشكله، لكن احنا دورنا ان احنا نوضح دايما لحضراتكم. نروح لبوابه الاهرام وحسام على تويتر بيقول لك كولر يبدا استكشاف غزل المحله استعدادا لمواجهته في الدوري. ده حقيقي، ده حقيقي طبعا. غزل المحله فريق قوي جدا جدا بصراحه يعني، وفريق بيقدم مستويات مميزه مع مدرب مميز جدا اللي هو الكوبروسي بابا فاسيليو. فالراجل عامل مشوار كويس، فانت اكيد ككولر بيتابع دلوقتي وبيتفرج على فيديوهاته زي ما قلت لحضراتكم في بدايه الحلقه، اكيد بيتابع بشكل مفصل نقاط القوه والضعف الفريق المحله وازاي تقدر تتعامل معاه في ملعب صعب. بنعاني دايما في الملعب ده على مختلف المواسم على مدار التاريخ، يمكن اخر مباراه لينا على الملعب ده كسبنا 3-2 بالعافيه بهدف من فاول لعلي معلول في اللحظات الاخيره. كمان عوده علي معلول مهمه قوي بالمناسبه، احنا نسينا نتكلم عن الموضوع ده، عوده محمد عبد المنعم ومتولي وجاهزيته وكل الامور طبعا المتروكه دلوقتي الكولر وقراراته الفنيه هو الادرى بيها يعني. لكن ان شاء الله الاهلي بالقوه الضاربه في مباراه الاربع ان شاء الله امام المحله. خلينا نروح لفاصل سريع بعدين نرجع نكمل، استنوا. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، نبتدي الحديث عن كاس العالم والمباريات اللي اتلعبت واللي بتتلعب واللي هتتلعب كمان النهارده وخلال الايام القليله جدا المقبله. ويمكن المباراه الابرز اللي بتقام في هذه اللحظات ابتدت الساعه 5 ما بين فرنسا وبولندا في الدقيقه 31، التعادل السلبي بدون اهداف، ويقال ان جيرو ضيع هدف ما يضيعش. لكن خلينا نقرب تحليليا للمونديال بشكل اكبر من خلال محمد بشاري المحلل الفني والرياضي المميز جدا، ونتكلم معاه عن رؤيته الفنيه لبطوله كاس العالم قطر 2022. يا بشاري مساء الخير. مساء النور، ازيك يا امير؟ اخبارك يا بشاري؟ كله تمام يا بشاري مساء الخير. كله تمام، تحياتي ليك ولكل متابعي مشاهدي. اخبارك يا بشاري؟ كله تمام. لو انت معلي التلفزيون عندك او حاجه وطي يعني عشان الصوت بيتكرر، او معلي انت معلي التلفزيون عندك السبيكر عندك او حاجه يعني عشان الصوت كده احسن، او معلي تمام. المهم خلينا نتكلم في كاس العالم وتقييمك للبطوله حتى الان، لان يعني مباريات قويه جدا وشيقه للغايه ومستوى فني اعتقد ان هو مميز، لكن اكيد من خلال رؤيتك ومتابعتك وتحليلاتك للبطوله اكيد بتقيمها بشكل قد يكون مختلف يعني. فرايك لكاس العالم فنيا طبقا للمباريات العديده اللي اتلعبت لحد دلوقتي؟ دي بطولة المفاجآت، لو عايزين نحط عنوان البطولة هي بطولة المفاجآت. أنت عندك دلوقتي أي حد ممكن يكسب أي حد بغض النظر عن التصنيف، بغض النظر عن القارات، بغض النظر عن أي حاجة. قبل كده كانت بطولات كأس العالم ممكن تلاقي مفاجأة، ممكن البرازيل تتعادل، ممكن الأرجنتين تتغلب، ماتش هنا ماتش هناك، فريق يوصل حصان أسود في دور الثمانية، حاجة زي كده. لكن البطولة دي كلها مفاجآت، أنت عندك ألمانيا بتتغلب من اليابان، اسبانيا بتتغلب من اليابان، بلجيكا بتتغلب من المغرب، فرنسا بتتغلب من تونس، برازيل من الكاميرون. فبطوله الحقيقه ممتعه وفيها كوره جميله وفيها كم هائل مفاجآت، ومفيش اي حد يقدر يتوقع اي حاجه. والسعوديه طبعا والارجنتين بداوا سلسله المفاجآت.
طيب لكن فنيا يعني بطولة ممتعة، ولا أنت بتشوفها في بطولات كأس عالم اتلعبت قبل كده أكثر إمتاعا يعني؟ واحدة بس، هدف عكسي واحد بس، المستويات كلها متقاربة. في طبعا أسباب نفسية وأسباب تكتيكية للظهور بالشكل ده في البطولة دي. أنت عندك الأسباب النفسية دلوقتي، دي أول مرة تقام بطولة في دولة عربية، تاني مرة تقام في دولة آسيوية، فأنت شايف المنتخبات العربية بتقدم أداء مميز جدا، زي السعودية، زي تونس، زي المغرب، زي ما قلنا كلهم كسبوا فرق من التصنيف الأول، من الصف الأول يعني، وأدوا وفوز عن استحقاق الحقيقة كلهم. مشاركات آسيوية ممتازة جدا، عندك 3 منتخبات آسيوية تأهلت لدور ال 16، عندك أستراليا، اليابان بمفاجآت مدوية الحقيقة، وكوريا الجنوبية كمان فازت على البرتغال وتأهلت تاني مجموعتها. عندك منتخب عربي أفريقي زي المغرب بيقدم مستويات قوية جدا. طب بشار انت سامعني كويس؟ أيوه سامعني صح؟ أمير معايا. طيب بشاري، انا كنت عايز اسالك على المنتخب الابرز اللي ممكن ترشحه للفوز ببطوله كاس العالم، بعد ما شفنا تقريبا كل المنتخبات لعبت اكيد يعني، شفنا الدور الاول بالكامل وكمان شفنا مباراه اولى او مباراتين امبارح في دور ال 16، مين المنتخب اللي بترشحه بشكل اكبر للفوز ببطوله كاس العالم؟ البرازيل دايما اسم ومرشح دايما دائم يعني للفوز بكأس العالم. البرازيل وفرنسا تحديدا قدموا مستويات قوية، رغم انهم اتهزموا في مباراتهم الأخيرة في المجموعة، لكن هم ما كانوش بيلعبوا على حاجة، كانوا بيلعبوا بالصف الثاني كمان. وكان المنافس بتاعهم تونس والكاميرون فرق قوية برضو، وبتلعب على هدف معين محدد ان هم يكسبوا عشان يتأهلوا. فشايف ممكن البرازيل او فرنسا يقدروا يوصلوا لكأس العالم أو المباراة النهائية، لكن طبعا البطولة دي علمتنا إن مفيش أي توقعات خالص، مفاجآت ممكن تحصل من أي فريق. طيب الارجنتين ما بترشحهاش ابدا يعني، ممكن الارجنتين تكون في الصوره بعد ما بنشوف الانتصارات المتتاليه بعد الصدمه اللي خدوها في الاول قدام السعوديه، وفي نفس الوقت برضو عايز اسالك سؤال تاني بخلاف الارجنتين، هو هل انت استكشفت بعض الطرق الجديده للعب في بطوله كاس العالم وبعض الافكار من بعض المدربين ولا لا؟ بالظبط بالظبط. نتكلم الاول على الارجنتين. الارجنتين طبعا بعد المفاجاه والصدمه زي ما احنا بنقول اللي خدتها من مباراه السعوديه، والحقيقه السعوديه فازت عن استحقاق طبعا في المباراه دي باداء تكتيكي وروح قتاليه كبيره جدا، ويمكن ما توفقوش في التاهل لدور ال 16 بتفاصيل بسيطه جدا في ماتش بولندا او ماتش المكسيك، لكن الارجنتين بتزيد في البطوله، بتتحسن في البطوله. ميسي نفسه طبعا هو عامل الفارق، حتى شفنا امبارح مباراه الارجنتين واستراليا، لولا ميسي كنت يعني مباراه عاديه جدا بين فرقتين متقاربين المستوى. ميسي دايما بيصنع الفارق بتسديده بتمريره، وميسي دلوقتي بيحطم رقم حتى مارادونا طبعا اسطوره الارجنتين، عداه ب9 اهداف وبيتعادل معاه في صناعه اللعب وبعض الاحصائيات في كاس العالم. ده بالنسبه للارجنتين. طبعا الارجنتين تقدر توصل للارجنتين، بس المشكله او المفاجاه ان هي هتلاقي البرازيل، لو بالضبط الاثنين تاهلوا في دور الاربعه فاللي هيكسب منهم هيوصل النهائي. فرنسا وانجلترا احتمال برضو يقابلوا بعض دور الاربعه اذا انجلترا تخطت السنغال النهارده. فطبعا فرنسا والبرازيل والارجنتين دول كلهم مرشحين، لكن يمكن البرازيل ليها حظوظ اكبر نتيجه الجماعيه والسكواد الكامل عند البرازيل. نرجع طيب للأسباب التكتيكية أو طرق اللعب الجديدة يمكن، أو اللي مركزين عليها المنتخبات. أنت عندك ليه خلينا نقول المستويات متقاربة جدا، هي نسخ متطورة من فرق زي آسيا وأفريقيا. أكيد عندك التكنيكاليتي بتاعت اللعيبة، اليابان والمغرب والسنغال هم لعيبة محترفين كلهم في أوروبا. عندك في اليابان دلوقتي 19 محترف من ال 26 كلهم في ألمانيا، نصهم في ألمانيا 19 مدربين شجعان زي المدرب الياباني، زي مدرب المغرب وليد الركراكي. في نقط مهمة جدا الفرق بتلعب عليها، الكرات الثابتة. الكرات الثابتة انت شفت هدف المغرب في بلجيكا من كرة ثابتة ادى ادفانتج للمغرب وسجلوا منها، هدف اليابان في ألمانيا كمان كرة ثابتة، تمام هدف السنغال اللي أهل الإكوادور، اللي أهل هدف كوليبالي اللي أهل السنغال على أكيد الإكوادور أكيد كمان من كرة ثابتة.
ففي انماط دفاعيه مشتركه للفرق، وفي مرونه تكتيكيه كبيره جدا، تمام. رفع خط الضغط في الشوط الثاني ومفاجاه الخصم من فرق تعتبر ان هي اقل في المستوى، لكن قدرت ان هي تفاجئ فرق كبيره جدا في أكيد المنتخب. يا بشاري، أنا بشكرك شكرا جزيلا. محمد بشاري المحلل الرياضي كان معانا عبر سكايب، واتكلمنا في الجانب الفني متعلق ببطولة كأس العالم. لحد دلوقتي التعادل لسه سلبي ما بين فرنسا وبولندا. خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نكمل أخبار وتفاصيل وتصريحات كمان وتعليقات مهمة جدا تتعلق بكأس العالم، هنتابعها دلوقتي من خلال ترند المونديال. ترند المونديال، نشوف اهم الامور ايه اللي بتتعلق بكاس العالم قطر 2022 من حساب يلا كوره على تويتر. الطريق الى اللقب تم تحديد اولى مواجهات دور ربع النهائي من كاس العالم. اولى المواجهات ما بين هولندا والارجنتين، ماتش هيبقى حلو قوي. طبعا هولندا كسبت امريكا بنتيجه 3-1، والارجنتين كسبت استراليا بنتيجه 2-1، وكان يعني استراليا قربت اللي هو ايه تتعادل في الدقائق الاخيره، بالتحديد في كوره في الاخر كده صدها مارتينيز بشكل مميز. لولا كده كان ممكن نروح للاوقات الاضافيه في مباراه الارجنتين واستراليا. لكن المواجهه في دور ربع النهائي ما بين الارجنتين وهولندا هتبقى ممتعه. اولا في تقارب في المستوى بين المنتخبين، ده امر مؤكد، لكن اكيد طالما ميسي موجود في الملعب فالتكافؤ مش هيكون موجود. ليه؟ لان كفه ميسي هي الارجح في كل الاحوال، لكن هي كره القدم ما تقدرش تتوقع مين يقدر يكسب في مباراه هتبقى تكتيكيا يعني عاليه جدا، خصوصا لما تلعب منتخب جماعي زي المنتخب الالماني وفي الجانب التكتيكي ممتاز، وده اللي ظهر على مدار البطوله لحد دلوقتي. فمنتظرين المواجهه دي، مواجهه بذكريات كتير جدا لعبوا بعض في كاس العالم. انا بالنسبه لي للجيل بتاعي يعني اهم مباراه شفتها ما بين المنتخبين هي مباراه مونديال فرنسا 98، المباراه اللي كانت ما بينهم في احدى الادوار الاقصائيه، مش متذكر انهي دور، لكن قدرت هولندا ان هي تكسب بهدف دينيس بيركامب، كان جون ممتاز بشكل راجل مهاري عالي قوي قوي دينيس بيركامب. فبالتالي كده ماتش هيبقى قوي جدا في ربع النهائي، ودي اولى المواجهات. وانا بكلمكم دلوقتي فرنسا احرزت هدف في مرمى بولندا، وجيرو عوض الهدف اللي ما ينفعش يضيع، يعني في فرصه جات له من حوالي 10 دقائق ضيعها بمنتهى الغرابه جوه السته. فدلوقتي هو احرز هدف عشان تتقدم فرنسا على بولندا بنتيجه 1-0، وكان في هدف ضاع لبولندا قبل شويه. لكن في كل الاحوال طبقا للتوقعات فاحنا في دور ال 16 برضو هنشوف مواجهه اخرى هتكون قويه جدا ما بين فرنسا وانجلترا في حاله فوز كل منهم على بولندا والسنغال، لكن كل شيء ايضا وارد في كره القدم. طيب ده كان اول خبر. نروح لحساب جول على تويتر وبيتكلموا على المباراه رقم 1000 للنجم ليونيل ميسي. 778 مباراه مع برشلونه، و53 مع باريس سان جيرمان، و169 مع الارجنتين. جاب كام جون بقى يا جماعه؟ دي الارقام دي ما نشوفهاش غير عند ميسي ورونالدو، يعني ما فيش حد تاني يقدر يحقق الارقام اللي زي دي. فميسي جاب 788 هدف، انتوا متخيلين الرقم؟ وجايب او عامل 338 اسيست. فهم كاتبين تعليق يعني ان احنا محظوظين لمشاهده سحر ليونيل ميسي. طبعا كلنا محظوظين سواء بتشوف ميسي او بتشوف رونالدو، لكن اسطوره كبيره، طبعا اسطوره كبيره بنستمتع بيها وهنفضل نستمتع بيها لاخر مباراه ليه في الملاعب قبل الاعتزال. حساب يلا كورة على تويتر، مكافآت أو مكافأة مالية ضخمة، ماذا ستحصد السنغال في حال تجاوز الأسود الثلاثة اللي هو المنتخب الإنجليزي؟ الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن في وقت سابق عن جوائز المالية للمشاركة في كأس العالم 2022، واللي ارتفعت عن البطولة اللي فاتت اللي هي كانت في روسيا 2018. المنتخب السنغالي ضمن 13 مليون دولار، ما شاء الله لقوات الله، مبلغ محترم بمجرد صعوده لدور ال 16. لو صعد كمان دور هياخد جوائز اكيد اكتر، لو فاز على انجلترا فبالتالي هيصل لمجموع جوائزه الماديه ل 17 مليون دولار. وبلوغ ربع النهائي اكبر انجاز اتحقق في تاريخ افريقيا. كان عندنا المنتخب الغاني هيوصل لنص النهائي لولا ايد سواريز لو نفتكر، وضربه الجزاء اللي ضيعها اسامواه جان في جنوب افريقيا 2010، لكن ما حصلش نصيب. يعني دي المرحله الوحيده اللي تاهل ليها منتخبات من افريقيا. نتمنى كل التوفيق للمنتخبات الافريقيه، يعني رغم ان انا مش بتعاطف قوي مع السنغال، لكن في كل الاحوال نتمنى للجميع كل التوفيق. الجوائز الماليه في كاس العالم اصلا السنه دي، بطل كاس العالم هياخد 42 مليون دولار، رقم ما شاء الله يعني. وصيف البطل هياخد 30 مليون دولار، المركز الثالث 27 مليون،
والمركز الرابع 25 مليون، واصحاب المركز الخامس الى الثامن 68 المجموع، يعني كل منتخب هياخد 17 مليون، واصحاب المركز التاسع الى ال 16 المجموع هيبقى 104 مليون، يعني كل منتخب هياخد 13 مليون، واصحاب المركز ال 17 من ال 17 لل 32 المجموع بتاع يعني الجوائز هيبقى 144 مليون، يعني بما يعادل 9 مليون دولار لكل منتخب. جوائز ضخمه اكيد، لكن اكيد في مكاسب كبيره للفيفا من البطولات اللي زي دي يعني، لكن هي البطوله الابرز اللي كل الناس نفسها تلعب او تشارك فيها يعني بغض النظر عن جوائزها. نروح لخبر اخر، وده جول وحسابهم على تويتر وبيتكلموا على ان في مسيره هولندا في كاس العالم حتى الان. عملوا ايه؟ لعبوا بطل اسيا اللي هو قطر، فازوا عليه 2-0. بطل كاس الامم الافريقيه السنغال فازوا عليهم 2-0. بطل الكونكاكاف فازوا عليهم 3-1 اللي هو امريكا. هيلعبوا بطل كوبا امريكا اللي هو الارجنتين، فهم بيلعبوا الابطال من ساعه ما ابتدوا البطوله. هل زي ما كسبوا بطل اسيا وبطل افريقيا وبطل الكونكاكاف هيقدروا يتفوقوا على الارجنتين؟ ده اللي احنا هنشوفه في المباراه المقبله في دور ربع النهائي. نروح لفليتشر فوتبول على تويتر، حسابهم بيتكلموا على ان نيمار خلاص اصبح جاهز وخد الضوء الاخضر للمشاركه مع البرازيل في مواجهه كوريا الجنوبيه في دور ال 16، الماتش اللي هيتلعب بكره بالليل الساعه 9. فده خبر سعيد لكل عشاق المنتخب البرازيلي، انا بشوفه من وجهه نظري المرشح الابرز للفوز بكاس العالم هذا العام، سواء هم او فرنسا يعني طبقا اللي احنا شايفينه لحد دلوقتي. فخلينا برضو ننتظر ونشوف، لكن عوده نيمار اكيد ممتعه لكل المتابعين بغض النظر بقى انت بتشجع البرازيل او لا، لكن نجم بالمهارات دي اكيد تحب تتفرج عليه بشكل كبير جدا. نروح لتفاعل حضراتكم معانا من خلال سؤال حلقه النهارده، توقعاتكم للماتشين اللي بيتلعبوا النهارده في كاس العالم. روميو زيزو اهلاوي قال فوز فرنسا وانجلترا منطقي، بس اتمنى السنغال تكسب. ماشي توقع. كمان عادل عبد الحميد قال فرنسا يا كبير حبيبي دول، ماشي فرنسا تكسب. اشرف يوسف قال لك مساء الخير عليك يا استاذ امير، اتوقع فوز فرنسا 4-2 وفوز انجلترا على السنغال 2-1. مساء الفل عليك يا اشرف. ناخد تعليقين كمان او حاجه. ابراهيم ابو بكر قال لك فوز كل من بولندا والسنغال، توقع مفاجاتين يحصلوا النهارده يعني، لكن اكيد المباريات كلها بصراحه مثيره وخارج التوقعات. في توقعات منطقيه لكن مفاجات وارده بكل قوه يعني. دي كانت توقعات حضراتكم، دي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند. استنونا في حلقات اخرى جديده من نفس البرنامج باذن الله تعالى. الى اللقاء.